ينضم إلينا فيبال أستاذ في منتدى كاهلة للسياسة والخبير القانوني، أهلا ومرحبا بك معنا. كنت أسألك عما يقوله رئيس الدولة وهو يكلف رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو والمعضلات الأخلاقية التي واجهته وهو يتخذ هذا القرار، ما الذي يعنيه بذلك؟ أعتقد أن التحدي الرئيسي الذي يواجهه نتنياهو هو تحدي سياسي في البرلمان وفي قاعة المحكمة. رئيس إسرائيل هو خصم قديم لنتنياهو أو منافس قديم. نتنياهو حاول أن يمنع انتخاب ريفلين كرئيس، والآن ريفلين لديه فرصة للانتقام قليلا من نتنياهو، وهو يعبر عن عدم رضاه من نتنياهو بعبارات شخصية. الكل يفهم أن التحدي هنا هو تحدي سياسي، العثور على حلفاء في البرلمان، والتحدي يتمثل في جعل المدعي العام للدولة يوقف المحاكمة على أساس أن القضية ضعيفة وأن يعود لتنفيذ القانون. الصعوبات التي تواجه معسكر المعارضة لنتنياهو إلى أي مدى تدعم موقفه في هذه المسألة القضائية؟ الرئيس نفسه، علي أن أقول أن الرئيس نفسه أيضا تم التحقيق معه باتهامات ضعيفة، وهو أيضا أطلق صفة عصابة على مجموعة المحققين. أيضا هو كان يلاحق سياسيين، وعدد عدد من السياسيين تضايقوا، والشيء الذي يعيق إصلاح الادعاء هو أنهم يقومون بالتصدي لأعدائهم واحدا تلو الآخر. ما رأيناه في حالة نتنياهو، رأينا الأعداء السياسيين غير مستعدين للتوحد لمحاربة المدعي العام الذي يقتنصهم واحدا تلو الآخر. بالنسبة لنتنياهو لا أعتقد أنهم سينجحون. معارضي نتنياهو، ما فرص كذلك أن ينجحوا في تشكيل حكومة إذا ما فشل هو في مهمته أولا؟ من الصعب أن نرى موقفا فيه خصوم نتنياهو يستطيعون تشكيل حكومة مستقرة، لأنهم من خلفيات مختلفة، من اليمين إلى اليسار، من الرأسماليين إلى الاشتراكيين، يهود وعرب يتفقون على شيء واحد وهو كراهية نتنياهو. هذا أساس ضعيف لتشكيل حكومة. هناك عدد قليل من السياسات يمكن أن تدافع عنها عن طريق القول نحن لا نحب نتنياهو. هذا لا يمنحك سياسة اقتصادية أو أمنية جيدة. لا يمكن أن نرى حكومة مستقرة للحلول محل نتنياهو. نتنياهو لا يزال هو أكثر سياسي شعبية في إسرائيل، على الرغم من أنه لا يحظى بدعم أغلبية الإسرائيليين. لهذا السبب هو لا يزال في السلطة حتى بدون أغلبية. فلا توجد معارضة أو معارض سياسي قريب من شعبيته. أفيبال الأستاذ في منتدى كاهلة للسياسة والخبير القانوني، شكرا جزيلا لك.